till I need new shoes. Yeah, yeah. يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم السبت 31 أيار، ومع نهاية هالشهر وبداية شهر حزيران فينا نقول أنه ابتدى موسم الأعراس رسميا بلبنان، وكلنا بنعرف أنه أعراس لبنان الفخمة والضخمة بتنافس أكبر الاحتفالات اللي بتصير بأبرز دول العالم، وهالشي بنعرفه من خلال ضيوفنا اللي بيزورونا من الدول العربية وكمان الدول الأجنبية حتى يحضروا أعراسنا، وكلهم عندهم نفس الرأي، هو أنه ما حدا بيعمل حفلات وأعراس وما حدا بيعمل جو بهالمناسبات مثل اللبنانيين. نحن مشاهدينا هالسنة موعودين بموسم حافل، إن كان للأعراس أو حتى للسياحة، بس إن شاء الله مثل ما بقولوا يهدولنا البال بالقليلة على الصعيد الأمني والسياسي حتى نقدر بالهالكم شهر الجايين نتمتع بموسم الصيف ونرجع نشوف أحبابنا اللي عايشين بالاغتراب وكمان أصدقائنا العرب اللي بيزورونا كل سنة حتى نحن ننبسط فيكم خلال هالموسم. وعلى سيرة الأعراس مشاهدينا، أنا حابة أخبركم عن عرسين صاروا بي مثل هالنهار، إنما بأوقات مختلفة وكمان بظروف استثنائية. إذا بنرجع لعام 1919 بنلاقي إنه مثل هالنهار 31 أيار تم أول زواج على متن طيارة، وكانوا العرسين عم بيطيروا فوق مدينة هيوستن تكساس لما قالوا I do أو نعم، وارتبطوا ببعض على مدى الحياة. وإذا أو حتى أكد لكم مشاهدينا أنه الحب ما له زمن، بدي رجعكم لعام 1991 مثل هالنهار حتى أخبركم أنه أكبر عروس سناً كان عمره 102 لما ارتبطت بزوجها اللي كان أصغر منها بحوالي 20 سنة، وهالشي بأكد لنا أنه It's never too late for love. مش هيك فادي؟ صحيح. غيرتها شوي. غيرتها. It's never too late for love. كثير حبيت هالخبريه، هيك بتفرح القلب عند الصبح. انا فاجأتني هلا الخبريه، ما كنت سمعها. ميني مونرو اسمها، كان عمرها 102 فادي، تصور تزوجت من الاسترالي دادلي ريد، كان عمره 82 سنه، 20 سنه فرق. صحيح. ما له زمن وما له عمر الحب، وسبحان الله. يعني فينا نقول للي بعد ما تجوزوا انه في عندهم وقت مرتاحين. نتمنى الحب والافراح لكل مشاهدي الام تي في، واكيد نتمنى موسم صيف حافل لنا مش بس على صعيد الاعراس، كمان على الصعيد السياحي، ونتمنى اكيد الاستقرار الامني على مدى السنه مش بس بموسم أكيد الصيف. اكيد اتس تايم فور ام تي في الايف. هلا مشاهدينا، واصل لعندك فادي حتى نبدا حلقتنا. صباح الخير لكل مشاهدينا. صباح الخير مرة تانية. بونجور. ماشي الحال؟ رح خبر، رح نحكي شوي اليوم بما انه بلشنا هلا شوي بجو الفوتبول، واذا عم تلاحظي الاعلام وين ما كان وكل العالم بتشجع و... صحيح. فرح خبر بس حطنا بالجو، شو اي بطولة هلا نحن؟ هلا الورلد كاب. بلشوا؟ لا لا هالشهر. اوكي. يعني مش معقول بلشوا ما معي خبر، مش هلا بعيدة عن الاجواء. هلا شو عم بيعملوا تصفيات بعدهم؟ هلا خلص ما في شيء، هلا ناطرين حتى يبلشوا. لا بس ولادي راحوا يحضروا ماتش امبارح، شو عم يحضروا كانوا؟ ما عندي فكره. كان في ماتش امبارح بركي ما عم يحضروا ماتش. خبروني. لا كانوا باكلكم عم يحضروا ماتش هلا، بس ماتش شو ما بعرف، حدا بيعرف شباب؟ انت مين وايل؟ انا راح خبرك عن طيب يا كريم وهادي عن فوتبول، البالون فوتبول اللي من اديداس، البالون فوتبول الجديد اللي هلا موجود وين ما كان، او فينا نقول اديداس نزلته بقوه وبالاخص قبل المونديال، بس لحتى اللعيبه او حيلا حدا، مش ما لحتى ما نحصرها باللعيبه، حيلا ناس عبالهم يتمرن اكشلي على الفري كيكس تبعوله، على شوطاته، ان كان اذا عم يشوط بينالتي، اذا عم يشوط كورنر. هذه بروفيشنال بول فادي؟ اتز ا بروفيشنال بول، بس هالبول فيها سنسور بقلبها، والسنسور موصول باي بلوتوث على يور موبايل فون، وبتقلي
كل شوطة كيف عم بتشوطي هال 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 هالفوتبول، كيف عم بيروح، كيف تراجكتوار عم تمشي تبع البول، إذا مزبوط مش مزبوط، كيف شو لازم تحسني، كل هدول الأمور. فهو بالنهاية سنسور أكيد كمان بشغل على البطارية، عنده تشارجر بيلت إن سنسور بيلت إن بقلب البالون، وبذات الوقت ما عنده وزن زيادة على البالون، ما بيأثر عليه أبدا نهائيا، بس بيساعد لحتى يتمرنوا أكثر على شوط على الشوطة. هيدي البيس تبعه محل ما فينا نحط البالون لحتى يشرج، وبيشرج اكيد على الكهرباء، عم بيشرج السنسر اللي بقلبه. وبالنهايه مثل ما عم بقول لك بلوتوث موصول على يور تليفون، فما عندك اي مشكله، فيك تعرفي كل الـ اذا بدك الشوطات كيف صاروا، حتى فيك تتحدى، حتى تراقب ادائك كيف عم يتحسن، صحيح، او وين انت بحاجه لتحسين اكيد. وفيك تراقبي مش بس الاداء، فيك تتحدى حالك على الابلكيشن لحتى تصير تحسني من هالاداء. فمثل ما كنت عم بقول انه هي بالتحديد كل شيء شوطات، عم نحكي البالون عم بيعلى عن الارض، طول ما هو على الارض ما فينا نعرف كثير، يعني اذا عم بيمشي على الارض ما فينا نعرف. كل الشوطات العاليه، يعني الشوطات اللي بيشوطها يمكن الجول، اللي بيشوطوا بينالتي، بيشوطوا فاول، بيشوطوا كورنر، كل هدول الشوطات اللي عالية اللي بتقطع كمان فوق حاجز، يعني بس يكون يوقفوا اللعيبة كحيط قدام البالون، هون كمان تيتمرنوا كيف يقدروا يقطعوا الطابة تتوصل على الجول بطريقة من الطرق. فكل كل هدول بهالبالون الأديداس الجديد اللي هلأ موجود بالأسواق. حتى بتقلك قديش في ناس بتاخد هالرياضة بجدية، انه عن جد لا تفكر بهيك ابلكيشن هالقد رياضه جديده بادائهم، صح. وحتى هلا نفس الابلكيشن نفس الخبريه صار للباسكتبول كمان، بقول لك هذه بس لرياضه الفوتبول او كمان لغير الرياضات؟ الباسكتبول كمان صار فيها هذا النوع السنسور. نايس. رح نروح شوي توتالي ديفرنت، رح نحكي شوي طب. طب في طريقه جديده للاشخاص اللي بيصير عندهم حيلا كسور بالعظم، عادة لحتى تربى العظمة بدها وقت، ولا يكون بدها وقت مرات وحسب العمر كمان، حسب العمر. ومرات في فراغات بيصير بالعظم، يعني في تفيت عظم يمكن بوقتها بحطوا قضيب لحتى، وببرغوا القضيب لحتى العظمة تنمى مزبوط وتلحم، وبعدين بيرجعوا بفكوا القضيب. صار في فكرة كتير جديدة وكتير أهم من هدول وأسهل، هو جل. وهذا الجل هو بيكون مثل سكافولدينج، مثل سقالة عم تنوضع بقلب او بين العظام لحتى يربى عليها العظم، وبعدين العظم من بعد ما يربى هو بيفرز فينا نقول مواد بترجع بتفتت هذا الجل، بتحلحله وبيروح بيختفي ديزولفينج، يعني سيلف ديزولفينج. اكزاكتلي. وهو هذا جل منه كثير، يعني منه سوليد سوليد للجراحه كمان، كايند اوف فينا نقول اي تقريبا بيشبه القطب، بس الحلو فيهم انه هو على طول هيدا جل هو ليكويد فينا نقول، بيصير بيقسى بس يتعرض لحراره الجسم، يعني حراره الجسم هي 37 درجه حراره الجسم هي اللي بتخليه يقسى بقلب الجسم، ويعمل هالنوع من السكافولدنج بينه بين عظمتين تنعتبر لوقت ما تربى العظم مزبوط بمكانه، ما يكون في اي فراغات، ما يكون في اي فراغات. ويقدر شخص، يعني هون عم فينا نقول اول شيء عم نخلص حالنا من عمليتين، صح، من مرتين اكثر حتى نتجنب كسور بالمستقبل. مش بس هيك، انه في بشقوا بحطوا قضيب، بيرجعوا بشقوا بيشيلوا القضيب، يعني هل تو بروسيجر فينا نوفر، صحيح، نوفرها على حالنا بهالطريقه، هذا السيستم الجديد. حلو كثير. الطب كثير عم يتقدم، وهيدي مواد غير سامه، ومثل ما انت قلتي ما بيرفضها الجسم بالجسم، صحيح. رح نحكي شوي كمان عن كاميرا كثير حلوه، كاميرا من توشيبا. عم نحكي هون كاميرا بتشبه الجو برو، هي ذات الفكره، ذات فكره السبورتس اتش دي كام كوردر، اصغر شوي من الجو برو، حتى بس اتقل شوي، اتقل ب 20 جرام، بس بالحجم اصغر شوي، وبالسعر اقل شوي بحوالي $30 فرق بالسعر، بس عندها ذات المواصفات مثل الجو برو. اكزاكتلي. بس حجمها اصغر، بس حجمها اصغر، يعني
مع انه الجو برو بترافقنا وين ما بنروح وصغيره، يعني ما كان في شكاوى منها ابدا. صحيح، هون حتى التوشيبا صغروها، عم نحكي اكيد اتش دي كام. هلا اتش دي كام بكل بساطه عم نصور فيها كل شيء سبورتس فينا. عندها كيس خصوصي للاندر ووتر، فيك تنزلي بكل سهوله اندر ووتر تصوري فيها، تقريبا حوالي 10 امتار بركي هون الكيس. وعندها كل اكسسوارز لتقدر تعلقيها وين ما بدك، يعني على الهلمت اذا عم تركبي بايسيكل، على الهاندل بار، على عدة مثل الجو برو. مثل الجو برو عندك كل هالمواصفات. اكزاكتلي اكزاكتلي، وشوي اكثر. يعني هن عم بيشددوا لانه حجم اصغر بتنحط باماكن اكثر. لا هن عم بيشددوا انه عندهم اوريدي، يعني في قصص جو برو كانوا عم بيعملوها. شو اسم الشركه هون؟ توشيبا. توشيبا ميزين، كيف بينافسوا بعض. اكزاكتلي هون عم نشوف ما بيخلوا ولا حدا يتهنى بشيء. 12 ميجا بيكسلز بينما الجو برو هي 5 ميجا بيكسلز اوريدي. هون عندك بعد اكثر ريزولوشن اعلى وفريمز اكثر بير سكند، هون 60 هونيك 30 فريم بير سكند. يعني كمان عندك صوره بعد بطريقه. بالنسبه للاسعار، اسعار ارخص ب 30 دولار. يعني هيدي حوالي 300، هذيك 330. اوكي نوت باد. هيدي بنسميها المنافسة الشريفة، ودائما أنا بشوفها إيجابيا، دائما هيك بتكون دافع أكبر حتى بقية الشركات تقدموا شيء أفضل. Thank you لك فادي. Thank you. Have a good weekend. You too. مشاهدينا حلقة ممتعة ومفيدة بانتظاركم، ترونا بعد البريك.